أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأبرز العناوين. صحيفة الميثاق الوطني العراقية: استمرار خطف الناشطين في التظاهرات تكشف تواطؤ الحكومة مع الميليشيات لتصفية الناشطين. الشرق الأوسط: مزاعم واتهامات جديدة في ملف صواريخ أربيل. وفي تقرير للعرب اللندنية: ضخامة رواتب ملايين الموظفين تهدد العراق بالإفلاس. من المقالات يكتب صادق الطائي في القدس العربي: انتفاضة تشرين العراقية، المحركات والمآلات. ويكتب يونس السيد في الخليج الإماراتية: الدولة واللا دولة في العراق. التفاصيل بعد لحظات. قالت صحيفة الميثاق الوطنية العراقية إن استمرار خطف الناشطين في التظاهرات تكشف تواطؤ الحكومة مع الميليشيات لتصفية الناشطين. فعلى الرغم من مرور سنة كاملة على انطلاق التظاهرات السلمية الساعية لتغيير النظام السياسي في العراق، إلا أن المتظاهرين يواجهون حربا نفسية بشعة في كل يوم يتوجهون فيه إلى ساحات التظاهر في محاولة لترويع وإخماد الأصوات المطالبة بحقوق الشعب العراقي. أكدت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن النجف تساند الحراك الشعبي، وهناك خياران للأحزاب الدينية للاحتفاظ بالسلطة، فالمزاج الشعبي في مدينة النجف بات ميالا للتخلص من سطوة الأحزاب المدعومة من إيران، وهناك خياران أمام الأحزاب الممسكة بالسلطة، وهما رفض تمرير قانون الانتخابات بما ينسجم مع تطلعات الناشطين، والقفز على السلطة بقوة الميليشيات وفرض الأمر الواقع بعيدا عن صناديق الاقتراع، وهو ما يحذر منه الشارع العراقي. قالت صحيفة المدى العراقية إن المستشفيات في العراق على موعد مع إضراب جديد وواسع يوم الأحد 11 من تشرين الأول، ومن المتوقع أن يشل العمل في مستشفيات العراق كافة، والنقابات الأربع هي الأطباء والصيادلة والمهن الصحية والإداريين. وتقول النقابات العراقية إن الإضراب هو بسبب تهميش آلاف الكوادر الطبية التي تتصدى لجائحة كورونا وتعرض حياتها للخطر. عنونت صحيفة الشرق الأوسط: مزاعم واتهامات جديدة في ملف صواريخ أربيل. وبشأن ذلك يرى الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح أن هذه الهجمات جاءت بعد رسائل مفادها عدم وجود منطقة في العراق لا تصلها أيدي الحشد الولائي، وأن للحشد الولائي أسلحة قادرة على استهداف مطار أربيل وقاعدة حرير العسكرية. وفي تقرير لصحيفة العرب اللندنية: ضخامة رواتب ملايين الموظفين تهدد العراق بالإفلاس، وذلك في وقت تشهد فيه أسواق النفط اضطرابات كبيرة ما ينعكس سلبا على استقرار اقتصاد البلاد الريعي. ويقول مراقبون إن الكتلة النيابية التي تمثل المصالح الإيرانية في البرلمان العراقي تحاول استثمار أزمة الرواتب لإبراز فشل حكومة الكاظمي. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات يكتب صادق الطائي في القدس العربي: انتفاضة تشرين العراقية، المحركات والمآلات. يقول الطائي:
على الرغم من ظروف الحجر الصحي، إلا أن المشاركين في التظاهرات يتوافدون إلى المكان تملأهم روح التحدي في محاولة لإيصال رسائل للحكومة والطبقة السياسية، مفادها أن الانتفاضة ما تزال فاعلة وقادرة على فرض إرادتها من جديد متى توفرت الظروف المؤاتية لذلك. ويكتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية إيران اليوم وعراق الغد. يقول الزبيدي: قادة النظام الإيراني ووكلاؤه العراقيون بشكل خاص يرون بنادقهم وراياتهم وشعاراتهم وحدها، ولا يرون الغابة المخيفة المحيطة بهم. فبالإضافة إلى العقوبات الأمريكية، فإن ثورة شباب تشرين الشجاع الصامدة ستكتب التاريخ من جديد. أخيرا يكتب يونس السيد في الخليج الإماراتية: الدولة ولا دولة في العراق. ويرى السيد أن استعادة هيبة الدولة وعدم تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الخارجية كلها شعارات رفعتها الحكومات العراقية بعد عام 2003، لكنها بقيت مجرد شعارات قبل أن تصطدم بواقع لا دولة والسلاح المنفلت ومحاربة الفساد والفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة. وهذه الطبقة السياسية الفاسدة لا تفكر إلا في مصالحها. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور منذر الحوارات، الكاتب والمحلل السياسي. يسرنا متابعتكم مجريات الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الدكتور منذر الحوارات، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور منذر إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا سيدي لك ولمشاهدك الكرام. أهلا بك. لنبدأ من صحيفة الميثاق الوطني العراقية: استمرار خطف الناشطين في التظاهرات تكشف تواطئ الحكومة مع الميليشيات لتصفية الناشطين. برأيك لماذا الاستمرار في خطف الناشطين وترويع وإخماد الأصوات المطالبة بحقوق الشعب العراقي؟ باعتقادي هذا جزء من حملات ترهيب كي لا يستطيع الشعب العراقي الخروج للشارع والمطالبة بالخلاص من الحالة الراهنة التي لا تجلب له سوى الفقر والبطالة والحرمان من العديد من مواصفات الحياة المثالية للشعوب على الأقل المجاورة. هذه الوسيلة تتبع في أكثر من دولة لإرهاب الناس ومنعهم من التعبير عن رغباتهم حتى لا يتغير الحال ويبقى على ما هو عليه، وهذا باعتقادي جريمة ترتكب بحق العراق وبحق الشعب العراقي. نعم. أيضا في ذات الموضوع وفي زاوية مقالات يكتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي اللندنية: انتفاضة تشرين العراقية، المحركات والمآلات. الكاتب يرى أن الانتفاضة ما تزال فاعلة وقادرة على فرض إرادتها من جديد متى توفرت الظروف المؤاتية لذلك. ما هي الظروف المؤاتية لديمومة انتفاضة تشرين؟ العناصر الموضوعية لديمومتها ستبقى موجودة. الحرمان والفقر موجود، والإرهاب الفكري والجسدي موجود. العناصر الذاتية بالمتظاهرين هي أن يحمى المتظاهرين وأن تبقى لديهم القوة ورباطة الجيش للاستمرار بمطالبة بحقوقهم ومنع أي محاولة لتخوينهم أو لجعلهم خارجين عن القانون. هم هؤلاء الناس يطالبوا بحقوق عادلة، هذه الحقوق العادلة يطلبها أي مواطن، أي إنسان في أي مكان بالعالم. الحق في العيش والحياة بأمان واستقرار هو حق أصيل لكل شعب من شعوب الدنيا أو لكل إنسان بغض النظر عن 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 حياته أو جنسيته أو بلده. بالتالي باعتقادي أن استمرار هذا الحال واستمرار الاحتجاجات مرهون ببقاء الأحوال ومرهون أيضا بالظروف الآمنة التي توفر لهؤلاء. نعم. أيضا في صحيفة أخبار الخليج البحرينية عنوان:
النجف تساند الحراك الشعبي وأن المزاج الشعبي في المدينة بات ميالا أكثر للتخلص من سطوة الأحزاب المدعومة من إيران، ما سر هذا التحول برأيك؟ الظلم الواقع على العراقيين سواء من النخبة السياسية أو من الدول التي تحاول أن تفرض هيمنتها عليه أو بعض القوى الإقليمية لا يفرق بين شيعي ولا يفرق بين سني. المواطن العراقي الإنسان يخضع لاضطهاد وظلم لا حدود له، سواء بغض النظر عن طائفته أو أثنيته، وبالتالي ليس مستغربا أن يقف العراقي ويثور ضد هذا الواقع الذي تحاول أن يبقي، سواء الدول الإقليمية تحاول أن تبقي العراق ضعيفا حتى تستمر في الاستفادة من خيرات العراق وتسلب أبنائه تلك الخيرات، الأمر الذي سيرفضه الشعب العراقي بغض النظر عن طائفته. هذا الأمر سوف ينساق على كل العراقيين، لأنه العراقيين بمجملهم يعانوا من كل هذا الظلم، ربما يصبروا لسنة لسنتين لعقد من الزمن، ولكن في النهاية لابد أن تتفجر الحالة العراقية وتعبر عن نفسها بمطالبها التي تخدم هذا الشعب. النخبة السياسية العراقية مستفيدة من حالة الهلامية الموجودة في العراق، لأنها تستفيد من اللا أمن واللا استقرار لفرض مصالحها وجعل أجندتها الخاصة تعلو فوق أجندة الوطن العراقي. أيضا في ذات الموضوع تقول الصحيفة من خيارات الأحزاب الممسكة بالسلطة القفز على السلطة بقوة الميليشيات وفرض الأمر الواقع، وذلك بعيدا عن صناديق الاقتراع، وهو ما يحذر منه الشارع العراقي. هل سيكون ذلك واردا في مستقبل الأيام؟ هذا وارد في كل وقت والآن موجود بالعالم المتقدم، وفي الدول محتكر السلاح فقط هي الدولة، وبالتالي حينما يتوزع ملكية السلاح واستخدامه بين الدولة وعناصر غير قانونية، ستفرض تلك العناصر أجنداتها على الدولة، لأن هي التي تمتلك السلاح والقوة. حينما تمتلك الدولة السلاح تردع بواسطة القانون، بواسطة الدستور، بواسطة مجلس النواب، مجالس نيابية، مجالس محلية منتخبة، ولكن حينما يمتلك الأفراد السلاح، والأدهى والأمر من ذلك أنهم يحتسبوا أنفسهم على أجندات، هذه الأجندات خارجية طائفية، هم يستغلوا الطوائف ويستغلوا حاجة الدول الإقليمية لزبائن داخليين ليفرضوا أجنداتهم، وهم بالتالي يستخدموا هذه الأمور للضغط على الشعب العراقي وتحقيق مصالحهم. ومن ضمن هذه المصالح الانتخابات سوف يفرض بقوة السلاح. إذن هؤلاء جريمة بحق العراق، وكل من يدعمهم هو مجرم، سواء كان قوة إقليمية سواء كان مجموعة سياسية في الداخل. دكتور منذر، نتحول إلى صحيفة المدى العراقية. المستشفيات في العراق على موعد مع إضراب جديد وواسع، وذلك بسبب تهميش الآلاف من الكوادر الطبية العراقية التي تتصدى لجائحة كورونا وتعرض حياتها للخطر. ما الأسباب وراء تردي الواقع الصحي في العراق وخصوصا في ظل جائحة كورونا؟ أستاذي، حينما ينتشر الفساد وحينما تنتشر القوى غير القانونية وحينما يعاف للبلد طولا وعرضا بميليشيا، بدون شك ستهمل احتياجات الناس الأساسية، ومن ضمن أهم هذه الاحتياجات احتياجات هي الطبابة، ومن ضمن أهم من يقوم بعملية تطبيب الناس وعلاجهم هم الأطباء. إذا قطاع بأكمله حينما يهمل وحينما يلقى جانبا على الرف ولا يلتفت إليه ولا يلقى بالا عليه، معنى ذلك أن هذه الفئة المعنية بعلاج الناس وتقديم هذه الخدمة لهم سوف يطالها الظلم والاضطهاد، إضرابهم ويعبر عن اضطهادهم وظلمهم سواء المادي وسواء الجسدي. حينما يواجه كورونا مثلا، وباء كورونا، بدون أدواتهم التي تحميهم من كورونا وبدون مكافأة تعبر لهم عن الامتنان لهم وهم الجيش الذي يحمي صحة العراقيين، باعتقادي أنهم
بلحظة ما سوف يفجروا غضبهم ويقولوا لماذا نحن نواجه ولا نقدر لا سوى بصحتنا وصحة عائلاتنا بحمايتنا من هذا المرض أو بتقديرنا بكلف مالية تستطيع أن تفي احتياجات هذه المجموعة الإنسانية التي تقوم بدور رائد وعظيم. إذن طالما يهمل القطاع الإنساني بالعراق ويركز على السلاح وحامليه ويركز على من يمتلك القوة، باعتقادي الفئات هذه سوف تصبح ضمن المهمشين وهي ستخرج لتطالب بحقوقها. نعم، نتحول إلى صحيفة الشرق الأوسط، هناك عنوان مزاعم واتهامات جديدة في ملف صواريخ أربيل وأن للحشد الولائي أسلحة قادرة على استهداف مطار أربيل وقاعدة حرير العسكرية الأمريكية هناك. ما الرسالة التي يريد الحشد الولائي إيصالها؟ الرسالة الأساسية وهي صراع كسر عظم بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق ويدفع ثمنه العراقيين بكل أثنياتهم، أن إيران تريد أن ترد لمن تسميهم الأعداء الأمريكان الصاع من خلال إجبارهم على الرضوخ لإرادة الميليشيات التابعة لإيران، وهذا ما سيعتبر هزيمة للولايات المتحدة. ولاحظ أن بومبيو هدد بنقل السفارة من بغداد أو إغلاقها، فيما لو حصل ذلك هذا يعني تراجع الدور الأمريكي في العراق، وهذا الفراغ الجيوسياسي المتروك سوف تشغله قوى سواء إقليمية أو دولية، ستشغله إيران من جهة وربما روسيا وربما تأتي الصين لاحقا لتشغل هذا الفراغ الأمريكي. الأمريكان يهددوا بذلك ويلوحوا به لأنه لديهم تجارب مرة مثل ما حصل في ليبيا على سبيل المثال حينما قتل ناس أمريكان في السفارة الأمريكية أو مقتل جنود، والإحساس وإعطاء الشعور الدائم بأن الوضع طالما الأمريكان موجودين غير مستقر سيصبح الناس يطالبوا بالنهاية بخروج الأمريكان، وهذا يعتبر هزيمة. هذه رسالة إيرانية للأمريكان معناها أننا سنستهدفكم أينما تكونوا وسنستمر في محاولة إخراجكم إلى أن تخرجوا. من سيكسر عظم الآخر باعتقادي الأقصر نفسا والغير القادر على امتلاك القوى على الأرض. نعم، أيضا دكتور، فيما لو أغلقت السفارة الأمريكية في بغداد ونقلت إلى أربيل، ما المتوقع إزاء ذلك؟ هذا يساوي بالضبط إعلان عدم الثقة بالحكومة العراقية وبالدولة العراقية، هذا واحد. اثنين، هذا سيترك أثره على الاعتراف الدولي بالعراق، هذه لن تتوقف على الولايات المتحدة، سوف تتبعها دول أخرى، لأن ما يعطي الثقة بأن العراق قابل لأن تأتي إليه السفارات والأعمال وغيرها هو وجود سفارة أمريكية بكل ما لديها من إمكانيات لوجستية بما يتعلق بالأمن. حينما تخرج معنى ذلك أن هذا سيعطي مؤشرا للقوى الدولية بأن هذا المكان لم يعد آمنا، وبالتالي ستترك تلك القوى الإقليمية التي تسكن بغداد والعراق هذه الدولة ولا تمنحها الثقة بالإقامة فيها، ولكن ستترك المجال لصيادي الفرص لأن يوجدوا في داخل العراق ويشغلوا المكان الذي ستتركه هذه القوى. نعم، تقرير في صحيفة العرب اللدنية، ضخامة رواتب ملايين الموظفين تهدد العراق بالإفلاس، ويقول مراقبون بشأن ذلك إن الكتلة النيابية التي تمثل المصالح الإيرانية في البرلمان العراقي تحاول استثمار أزمة الرواتب لإبراز فشل حكومة الكاظمي. هل هو استثمار بهذا الاتجاه فعلا؟ ربما هذا قريب من الواقع، يعني الحكومة الكاظمي لا تحظى ربما بالقبول الإيراني الكامل أو حتى قبولا جزئيا، لأنها ربما ذهبت اتجاه الانفتاح عربيا وهم يتهمونه بأن لديه وهو ضالع بمقتل أبو مهدي المهندس وسليماني. باعتقادي أنه لا يزال الحقد قائما عليه ولا يراد له أن يبقى في الحكومة العراقية، لذلك تثار عليه هذه الحصائص كلها حتى يبدو كفاشل ولا يستطيع إتمام مهمته
وهو يواجه الآن عقبة هذه العقبة عقبة المواجهة الإيرانية له، بالإضافة إلى العقبات المتروكة وهي حالة الفساد المستشرية في العراق، حالة مؤسسة على المصلحة الذاتية لكل فئة سياسية لا تريد أبدا التنازل عن ولو القليل من مكتسباتها لمصلحة العراق، ولذلك تجدهم يستميتون في الدفاع والبقاء بامتيازاتهم التي هي حالة الرواتب وحالة الحرس وحالة استغلال المال العام وضياع المال العام إلى أين لا تعلم. كل هذه الأمور باعتقادي تشكل عقبات في وجه هذه الحكومة. نعم، أيضا ما المصير المتوقع للاقتصاد العراقي إذا توالت الأزمات المتكررة؟ ما لم يتشابك ولم ما لم يعد تشابك الاقتصاد العراقي مع الاقتصاد الإقليمي وفك ارتباطه مع إيران المهيمنة عليه الآن، وهي جهة اقتصادها غير معولم، اقتصادها محاصر من قبل دول عديدة، بالتالي لا يستطيع العراق ما لم يفعل ذلك إعادة التشابك مع الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي وفك اعتماده على النفط، لأن خيرات العراق هائلة وكبيرة، لديه النفط، لديه الزراعة، لديه الخبرة البشرية الهائلة، لدى العراق خبرة بشرية، صحيح أن سنوات الحروب أضعفتها، ولكن هذه الطاقة البشرية هي خزان بشري مذهل للمنطقة. كل هذا خسره العراق بسبب الهيمنة الإيرانية ورغبتها بعدم صعود العراق كقوة من جديد، كقوة إقليمية. آخ لو يدرك العراقيين ولو قليلا حجم ما تريده إيران منهم، هي لا تريد للعراق أن يرفع رأسه أبدا، تريد له مهيمنا عليه من قبلها، لأن العراق بالنسبة لها هو القوة الوحيدة القادرة على معادلتها إقليميا، لأنه يمتلك الطاقة البشرية، الطاقة العسكرية، طاقة الثروات الداخلية، وكل تلك الطاقات ترى فيها إيران خطرا عليه. أخيرا، مقال في صحيفة الخليج الإماراتية الدولة ولا دولة في العراق ليونس السيد، يقول الكاتب فيه إن الطبقة السياسية الفاسدة لا تفكر إلا في مصالحها، وهذه الطبقة اصطدمت بواقع اللا دولة والسلاح المنفلت والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة. حالة اللا دولة وتداعياتها في العراق هل ستنتهي قريبا برأيك؟ هذه تحتاج إلى تعاضد الشعب العراقي مع نخبة سياسية جديدة تؤمن بأن العراق يجب أن يعود. أما أنه والله كل واحد ماشي على كيفه بده يحقق بس اللي بده إياه هو، والدولة العراقية تكون بين أقدام هؤلاء وفداء لمصالحهم، هذا لن يعيد الدولة العراقية. الدولة العراقية حتى تقف بحاجة إلى أن تدافع عن نفسها ضد هؤلاء الناس الذين يريدوا أن يستثمروا ويبقوا حالة الضعف في بنية وهيكلية الدولة العراقية، حتى يستطيعوا أن يروجوا لمشاريعهم التحكيمية، لأنه كل مشاريعهم تسعى إلى تقسيم الشعب العراقي طوائف وأتميات، لأنهم مستفيدين من حالة التقسيم هذه. هم يتضرروا في حال توحد الشعب العراقي، يتضرروا في حال عادت إعادة الدولة العراقية، يتضرروا في حال عاد الجيش العراقي قويا. كل هذه العناصر التي تعبر عن مفهوم الدولة الموحدة هم لا يريدونها، وبالتالي يحاربون العراق كما يعرفه الناس ويعرفه المجتمع الدولي، ويريدون العراق كما يرغبونه مطية لمصالحهم. نعم، في ختام الحوار أشكرك دكتور منذر الشكر الجزيل لمشاركتك معنا. شكرا لك سيد. شكرا لك. مشاهدينا، كان معنا الدكتور منذر الحوارات الكاتب والمحلل السياسي. نشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.